مشاهدينا صباحكم مبروك بالصحة والسلامة والرزق والتيسير يا رب. واش مبروك تدخل عليكم بالصحة والسلامة. نتمنى الكل يكون البارح فرح وليداتو بلعاب ودار واحد الكليسة ولو غير خفيفة ولو غير بسيطة. المهم دخل شوية ديال الفرحة للعائلات اللي ما نقولش كل شيء وإنما الأغلبية يعني غايبة عليهم الفرحة من القلب كيف كان نقولوا نظرا الوباء حالي نظرا للظروف الاجتماعيه والاقتصاديه. واغلبيه الناس ما خدامينش، اغلبيه الناس حتى المدخول اللي كان كيدخلوا شحال هادي ما بقاش كيدخل حتى ربع ديالو، يعني ظروف اقتصاديه صحيه صعيبه كنعيشوها. نتمنى يا ربي يعني في هذه المناسبات ندخلوا غير شويه ديال الفرحه ولو غير بزز كيف كنقولوا. كنعرفوا ان في هذه المناسبه البارح كتكون عاشوراء، العواشر، طعرج، اللعاب مع الوليدات. اليوم واحد العاده اللي كبرنا عليها وكبرونا عليها والدينا وجدودنا وهي زمزم. زمزم شحال هذه اللي كنا كنعرفوا كنترشقوا بالماء، ماشي كاع سطوره غير رشني رشك بالماء وهذا، ولكن للاسف في هذه السنوات الاخيره والله يهدي الشباب ولينا كنشوفوا ان بلاص ما يكون الماء والماء نقي وكنطراشو هكا ولا كيولي البايض. مواد اخرى للاسف كتمزج مع الماء، مواد ملونه اللي داير الخرقوم اللي داير التحميره هكا باش وكيضربوا بالماء. يعني هاد العادات اللي ولات يعني اللي تحولات من انها عاده زوينه فيها الضحك وفيها وكاين ثقافه لجلب الرزق وهاد المسائل. فهاد زمزم كيطرش الانسان بالماء وهذا وزوين هذا لان الانسان دايزن المراه ولا دايزن البنيته ولا شي حاجه حتى كتلقى واحد ثلاثه البيضات فوق شعرها وفوق حويجاتها. يعني هاد المسائل نتمنوا يا ربي نتخلصوا منهم. نتمنوا يا ربي الشباب ديالنا ما يبقاوش، نتمنوا يا ربي الشباب ديالنا ما يبقاوش في هاد السلوكات. محمد صباح الخير، صباح النور اخ محمد ونهار مبروك. وبغينا نعرفوا حتى واش داخل المنزل يعني باقا ديك العاده ان اليوم الصبيحه ديال زمزم كنهزوا شويه الماء وكنرشوا بعضياتنا غير شويه ديال الماء غير رشات ماشي سطوله ديال الماء. كريم كي راكم كاع ملاح لهلا يخطيك سي كريم. الحمد لله هاد الساعه ونتمنوا الجميع يكون بخير. هذه جولة بالعاصمة الاقتصادية. قربوكم شوية من الأجواء. باي واحد بعد ديك العشرة إن شاء الله 11 كيبدأ زمزم عندنا في كازا. غير كنتمناو يرجع زمزم ديال زمان ولا الدار كي بيناتهم ضاحكين ماشي زمزم ديال دابا ما كاين على البيض وما طايشه ومياه ملونه. مغربية شفت تعليق يقول لك هنا في فرنسا ما كاين والو بالنسبه لزمزم عاده مغربيه طقوس مغربيه. وكنظن حتى العائلات في الجاليه المغربيه ضروري غير يرشوا وليداتهم شويه الماء اليوم باش يعلموهم هاد الثقافات ويقول لهم ان اليوم راه كاينه واحد المساله اللي هي زمزم كنلعبوا شويه بالماء. زوينه تكون عندنا واحد العادات واحد الطقوس كنمارسوها مناسبتيه كنضحكوا فيها كنلعبوا فيها ولكن تكون في الحدود، تكون في الاحترام وفي الحدود ونضرب الماء اللي باغي يتضرب حتى هو بالماء. يعني كنضحك انا وياه فحال هكا كنضحكوا كنلعبوا ماشي واحد غادي للخدمه ديالو او لا مسكين قاصد عتي سطل فوق منه يرجع كامل مبلل. هاد المسائل شويه نتجنبوها
الماء كنلعبوا بالماء مع بعضياتنا حنا اللي باغي نلعبوا مثلا. كاين انسان في العمل ديالو او لا مسكين علم الله الغرض اللي قاصر بحال هكا ونبداو نتراشقوا معاه بالماء. لا خالد كيقول لك حنا ما بقاش عندنا فعلا يعني بزاف ديال العادات ما نقولوش مقاردات ولكن ذات كتنقص شويه شويه حتى لا تعوضات للاسف ماشي تعوضات حتى الشباب ولاو يعني فحال خسروها ماشي كلشي ما كنعممش انما باش كيولي الانسان كيضرب بالماء وكيضرب هكا اللهم ما تبقاش هاد العاده اللهم صافي كل واحد في دارو ما يبقاش هذاك الضحك بالوليدات والبنيسات ديال الدرب كانوا كبار كانوا صغار المهم كاين اللي كيسترجع الطفوله فهداك هذا كاين اللي باقي صغير وكيلعب مع صحابه كانت عادات زوينه كتبقى نهار كامل وتضحك واحد ثلاثه السوايع كدوزها غير ضحك هادشي ما بقاش نتمنى يا ربي العوض خير يا رب. الناس متجهين للعمل ديالهم في الاثناء الله يديهم على خير ويوصلهم يا رب على خير يجيب رزق التيسير للجميع يا رب. حنا الامازيغ ما كنديروش زمزم عندنا ثقافه اخرى فعلا فعلا انا ملي كنزمزم كنا اطفال كنزمزم كيجي شويه الحال سخون سبحان هاد الاوقات نيت كتكون عطله وكنمشيو للباديه الشلوح نهار زمزم يعني كنلعبوا غير حنا ولاد خالي ولا هكا كيقول لك شنو هذا الشيء كنقول حنا راه اليوم عندنا زمزم يعني كان صراحه يعني مناطق ديال الامازيغ ما عندهمش هاد الثقافه ديال زمزم ولكن مع الاختلاط ومع هكا راه صافي ولا كلشي ولكن في مناطق الامازيغ المهم شخصيا ملي كنكون في البلاد وتصادفت مع زمزم لا ما كاينش زمزم الشلوح من يعني الاحتفال البارز هكا هو يناير راس العام كنقولو حنا يناير راس العام الفلاحي تعليق كيقول خرافات ما متفقاش بزاف على المساله هي الا كانت الخرافات ملي حنا كنعتقدوا شي حوايج اولا كتمارس شي حوايج اعوذ بالله من التراجم يعني خايبه وانما ملي كتكون واحد العاده اللي كنضحكوا بها وكنمارسوها بيناتنا وكتزرع واحد الفرحه كتدخل واحد الفرحه علاش غتكون خرافه وحنا غنلعبوا بشويه الماء وهكا هذوك المعتقدات علاش وهكا هذوك هما اللي ممكن نتجنبوهم ولكن حنا اي حاجه نحاولوا غير نضحكوا بها ونفرحوا بها ونبعدوا على اي معتقد اخر.
التعليق هي عادات وثقافات وثقافة مغربية أكيد، هذه من العادات اللي خصنا نحافظوا عليها ونعلموها لوليداتنا، فنعلموها لهم بواحد الشكل اللي هو زوين، ولا راه غير خصك ترش وهذا وبعد شي واحد ما بغاش يتقاس غادي خدمته غادي هكا بلا ما نقيسوه، غير حنا بيناتنا راه كنلعبوا بها. مشاهدينا ما سخيتش بكم، صباحكم مبروك، نتمنى لكم يوم سعيد ما فيها بس تراشقوا شويه الماء ماشي بزاف يضحك بنادم شويه.